بدورها اشادت البرلمانات والمنظمات الاقليميه والدوليه بالتصويت على قرار اعتماد دوله فلسطين عضوا كاملا في منظمه الامم المتحده حيث ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي الجهود العربيه في الامم المتحده لدعم ومسانده حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدوليه داعيا مجلس الامن الى تحمل مسؤولياته والنظر بتجرد وايجابيه في طلب دوله فلسطين بنيل العضويه الكامله في الامم المتحده باعتباره حق مشروع يحظى باعتراف دولي